كارثة حقيقية تهدد الولايات المتحدة والعالم بأسره، وهي تخلف واشنطن للمرة الأولى في تاريخها عن سداد ديونها، بعدما وصلت البلاد إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، مع تحذيرات وزارة الخزانة من نفاد الأموال. فماذا يعني تخلف أكبر دولة في العالم عن سداد ديونها بالنسبة إليها وإلى العالم؟ منذ 18 من يناير كانون الأول الماضي، وصلت ديون الحكومة الأمريكية رسمياً إلى سقفها الأعلى الذي حدده الكونغرس في ديسمبر كانون الأول 2021 ب 31.4 تريليون دولار، وهذا السقف هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يحق للحكومة الفيدرالية اقتراضها للوفاء بالتزاماتها المالية. منذ ذلك الحين أعلنت وزارة الخزانة أنها بدأت فيما تسميه إجراءات استثنائية تسعى من خلالها إلى العثور على أموال إضافية. ورغم أن المناقشات حول سقف الديون قضية دائمة في واشنطن، إذ كانت الحكومة منذ عام 2001 لا تملك عائدات كافية لدفع فواتير الإنفاق، لكن المواجهة الحالية طال أمدها بين إدارة بايدن والجمهوريين، وتهدد بتوجه البلاد نحو تخلف غير مسبوق عن السداد والوقوع في الهاوية. فالجمهوريون يفضلون خفض الإنفاق رغم ما في ذلك من مخاطر انتخابية مستقبلية إذا قطعوا مثلاً مزايا الضمان الاجتماعي أو الرعاية الصحية، وهو ما عبر عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي حين قال: بينما يميل الديمقراطيون لجمع المزيد من الأموال من خلال الضرائب، وهو أيضاً حل غير مرغوب دائماً من الناحية السياسية، إذ يرى خبراء أن الرئيس الأسبق جورج بوش الأب خسر إعادة انتخابه بعدما رفع الضرائب عام 1990 لتقليص العجز. يرى الخبراء أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب التخلف عن سداد ديونها من خلال رفع سقف الدين أو تعليقه مؤقتاً، لكن إذا تأخر هذا القرار سيحدث المحظور وتتخلف أمريكا عن سداد ديونها الذي ستكون آثاره مدمرة محليا وعالميا، ما يعني زيادة أسعار الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والتضخم. ستتأثر أيضا العديد من البرامج الحكومية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، لن يتم دفع رواتب الموظفين الفيدراليين، وستكون أجور العسكريين وحتى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين لديهم قروض فيدرالية معرضون للخطر. وستعاني سوق الأسهم أيضا، إذ لن ينظر إلى الاستثمارات الأمريكية على أنها آمنة كما كانت من قبل، خاصة إذا تم تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما حدث بالفعل عام 2011 عندما خفضت وكالة S&P Global نظرتها للديون الأمريكية من قوي للغاية إلى قوي جدا. سيكون لهذه الآثار المالية تأثير كبير على أنفاق المستهلكين، ويمكن أن تغلق الشركات، كما تشير تقديرات مودز إلى أن ذلك سيكلف الاقتصاد أكثر من 7 ملايين وظيفة، وقد يرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 8%، وفي النهاية يمكن أن تدخل الولايات المتحدة في ركود. المخاطر يمكن أن تكون مدمرة على الدولار وتقويض الثقة فيه، كما يمكن أن يفقد مكانته العالمية، خاصة أنه يمنح الولايات المتحدة قوة سياسية هائلة، وبالتالي تصبح الحكومة والشركات مجبرة على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى، وربما حدوث أزمة مالية عالمية، وهو ما يسمح بصعود قوى أخرى منافسة على غرار الصين. حتى الآن بلغ حجم الدين الأمريكي 31.45 تريليون دولار، ما يعني أن حصة كل شخص موجود في أمريكا من الدين تبلغ 94.19 ألف دولار، ويمكن للولايات المتحدة أن تسدد هذه الديون الهائلة من خلال تخفيض الحكومة لإنفاقها ورفع الضرائب، مما يولد عائدات يمكن للحكومة استخدامها لسداد الديون وكذلك الاستثمار في البرامج التي تدعم الاقتصاد، كما يمكن للكونغرس تحويل الإنفاق من الدفاع إلى مجالات أخرى لخلق الوظائف مثل البنية التحتية والتعليم التي يمكن أن يخلق فيها وظائف بأكثر من الضعف من إنفاقات الجيش.
فهل تتخلف أمريكا في سداد ديونها للمرة الأولى؟